تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل وشركة مايكروسوفت لإطلاق البوابة الإلكترونية للوظائف تعمل.com، وبتهدف لفتح الباب أمام متطلبي العمل للإطلاع على حاجة السوق. مش صحيح إنه الدول بتفلس إذا مدنيتها عالية فقط. أنا 25% بطالة بالشعب اللبناني أخطر من 70 مليار دولار دين على الدولة اللبنانية. البطالة يمكن أن تفلس الدول كمان. ونحن اليوم لما نشوف عندنا 25% بطالة، ومن هال 25% بطالة نحو 35 إلى 36% بعمر الشباب، فينا نتساءل لبنان إلى أين؟ نفت وزارة الاقتصاد الأخبار يلي بتقول أنه الأسعار عم ترتفع بشكل جنوني ببعض المناطق خلال شهر رمضان، وأعلنت أنها بالإضافة لجولات المراقبة عم تعتمد على تقارير علمية بتدل على ثبات بالأسعار لا بل تراجع طفيف بأسعار بعض السلع.